قمنا بتخديم صيدلية السابقين بمنطقة ملس، صيدلية طبعا مجانية خيرية مجانا بالكامل، قمنا بدعمها بالكامل تمام لتوزيع الأدوية المجانية لكل الأخوة المهجرين والنازحين. طبعا فيها كل أغلب الأدوية، لكن بنطلب أنه يكون دعم أكثر بحيث نقدر نلبي الناس النازحة والمهجرة. مجتمعنا بشكل عام 80% تحت خط الفقر، فبحاجة لندعمه بموضوع الدواء أكثر من موضوع الغذاء. فالواقع الصحي صعب وبحاجة لتضافر الجهود، ونسعى بشكل دائم الحمد لله رب العالمين أنه بأهل الخير جهات الفاعلة بالمجتمع أنه استمر هكذا مشاريع صيدليات خيرية بشكل عام، صيدليات السابقين خيرية بشكل خاص، لحتى نخدم أهلنا وناسنا في منطقة شمال غرب سوريا. والله هي الصيدلية عم تقدم لنا كتير كتير مساعدات وعم نستفيد منها كتير، بس بنتمنى من هالصيدليات والباقيات هالراشيتة اللي عم يعطونا إياها ما عم يعطونا إياها كاملة، بنتمنى تكون الراشيتة كاملة أكثر من هيك، لأن نحن حسب وضعنا المادي كتير عم تقدم لنا هاي المساعدة يعني بالقليل نص القيمة. نحن بنتمنى تكون نجي لعندهم الراشيتة تكون متوفرة عند الكل إلي ولا غيري يعني بنستفيد منها كتير كتير، بنتشكر كتير كتير، أحسن ما نعتاز لحدا.